السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. إن شاء الله في هذا الفيديو سأتطرق معكم للدروس المقررة لاجتياز الامتحان الإقليمي للمستوى السادس 2020-2021 حسب الإطار المرجعي اللغة العربية. النقطة إن شاء الله كتكون على 20. إذا بالنسبة للمكون الصرف والتحويل، الدروس المقررة: الفعل الصحيح، السالم، المهموز، والمضاعف. الفعل المعتل، المثال، الأجوف، والناقص. اسم الفاعل والمفعول، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة، اسم التفضيل على وزن أفعل، والعدد والمعدود. ومكون الصرف والتحويل 6 نقط. بالنسبة لمكون التراكيب: نصب الفعل المضارع والجملة المؤولة، جزم الفعل المضارع والجملة الشرطية، الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة، توكيد، تمييز، إعراب المثنى، إعراب الجمع المذكر السالم، وإعراب الجمع المؤنث السالم. مكون التراكيب كذلك 6 نقاط. بالنسبة لمكون الإملاء: همزة الوصل والقطع، همزة بنو ثبوتها وحذفها، الألف اللينة ممدودة ومقصورة، الهمزة المتوسطة، الهمزة المتطرفة. مكون الإملاء 3 نقاط. مكون التعبير الكتابي: كتابة رسالة شخصية، كتابة طلب وكتابة حوار، كتابة مقال، كتابة قصة واقعية أو متخيلة. مكون التعبير الكتابي 10 نقاط. بالنسبة للشكل: نص الامتحان سيكون في إحدى المجالات التالية: حضارات كونية، المواطنة والسلوك المدني، العلم والتكنولوجيا، طاقة في حياتنا. بالنسبة للدروس المحذوفة: بالنسبة للمكون الصرف والتحويل، جمع التكسير، الميزان الصرفي. بالنسبة للمكون التراكيب، الحال والجملة الحالية، درس محذوف. أيضا بالنسبة لمكون الإملاء الدرس المحذوف، كلمات يخالف نطقها رسمها. مكون التعبير، الدروس المحذوفة، وصف صورة، بطاقة شخصية، وصف شخص، إصدار حكم. كنتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله فيديوهات أخرى غادي نشارك معكم كذلك الدروس المقررة، مثلا في التربية الإسلامية، الرياضيات، وكذلك في اللغة الفرنسية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.